الهزيمة ديال اليوم كيف ما تعرف الجميع هزيمة قاسية ما كناش نستاهلوها، جينا لمدينة خويكا باش نحقق واحد النتيجة إيجابية ما كتبش لينا. نتمنى إن شاء الله نصحوا الأخطاء ديالنا إن شاء الله باش نسيروا البطولة إن شاء الله في الدورات المقبلة إن شاء الله. بالنسبة للبليسيرية في الشوفية ما استطعتش أنني نكمل اللقاء نظرا أن الآلام كانت تزاد، نتمنى إن شاء الله أنني نداوى إن شاء الله باش نرجع في أقرب وقت إن شاء الله.